نفى الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش البلوشي وجود تكتم على إجراءات ترشيد الإنفاق قائلا إن كل المعنيين بالشأن الحكومي والجهاز الإداري للدولة على اطلاع بالخطوات التي تتخذها الحكومة في تنشيط وتحسين الإيرادات غير النفطية ولإجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيضه. أوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات أجلت للمرة الثانية الجلسة الأخيرة من محاكمة المدون العماني معاوية الرواحي إلى 11 من يناير المقبل، وذلك بسبب عدم ورود التقرير الطبي من اللجنة الطبية المكلفة. ألقت قيادة شرطة محافظة الظاهرة القبض على 7 أشخاص بينهم 6 من دولة خليجية مجاورة قدموا إلى ولاية عبري، وذلك لاعتدائهم على حيوانات برية في الولاية مثل الصقور والغزلان. تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق شب في 3 غرف بمدرسة صحارى الثانوية بمنطقة الهنبار فجر اليوم دون تسجيل إصابات بشرية.